خلينا دلوقتي نروح نعرف بقى اكتر عن لقاء اليوم وفي ايه اخبار منتخبنا كده ان شاء الله. ايه في الكاميرا معانا احمد عبد الباسط الناقد الرياضي. صباح الخير عليك يا احمد واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. يا صباح الفل يا جماعه، برحب بيكي وبرحب بحسام والكابتن محمد عفيفي. طبعا اهلا بيك. طيب طمنا على المعسكر بقى يا احمد، يعني كل المصريين عايزين يطمنوا على المنتخب المصري واحوال المصابين فيه ايه؟ والله خلينا نطمنك يعني انه كل اللعيبه جاهزه للمشاركه في المباراه، يعني عدا محمود الونش اللي الناس كلها بتتكلم انه ممكن يلعب اساسي النهارده، لكن الونش لسه مش افضل حاجه. هو جاهز للمشاركه طبيا ولكن فنيا الجهاز الفني خايف ان هو يجازف بيه، فعشان كده الونش هو الوحيد داخل منتخب مصر مش افضل حال. مسحه اللعيبه كلها سلبيه الحمد لله. كل اللعيبه جاهزه وايضا للمشاركه في هذه الناحيه، ولكن خلاص في عندنا الغياب الوحيد من اول البطوله هو اكرم توفيق، وده مش موجود داخل المنتخب، خلاص رجع مصر عشان العمليه. لكن بالنسبه للحاله النفسيه والصحيه والبدنيه بالنسبه للعيبه المصريين وهم مؤهلين نفسيا تماما ان هم داخلين المباراه ما قدامهمش ما فيش قدامهم هدف غير الفوز غير اسعاد الجماهير. ده اللي حصل امبارح واتكلم عليه كارلوس كيروش ومحمد صلاح وتصريحاته اللي طلب فيها دعم الجماهير المصريه. وان كنت شفت يعني بعض الناس بتنتقد تصريحات محمد صلاح انه بيطلب من الجمهور التوحد خلف المنتخب، وانا شايف ان ده امر طبيعي جدا ان محمد صلاح يعمل كده في الوقت ده. صلاح لما يقول ان انا عايز الجمهور كله لانه هو شايف ان في انقسام كبير على دعم منتخب مصر، وطبيعي جدا ان هو يطلب قبل مباراه حساسه في دور ال 16. اي نعم الجمهور جايز عندهم بعض الحق علشان خاطر انه مش ده المنتخب الاداء الفني المطلوب خلال فترات ماضيه، فكان ليه تبعيه من خلال رد فعل الجمهور، لكن صلاح انه يطلب ده في الوقت ده كان مهم جدا. يطلب ان الجمهور ما يشجعش لعيبه الاهلي فجمهور الاهلي يشجعهم، ولاعيبه الزمالك جمهور الزمالك يشجعهم. احنا ورا منتخبنا. يعني من الاخر كده عباسط، الزملكاويه ما يطلبوش زيزو والاهلاويه ما يطلبوش شريف، عشان نريح دماغنا بس من النقطه دي، عشان يعني يعني اتنحل فرونه فيها بصراحه. خلاصه كلام محمد صلاح يا جماعه بيقول انا ما بتاثرش، انا كمحمد صلاح ما بتاثرش بالكلام ده، انا مريت بتجارب اكثر من كده واقسى من كده، ولكن في النهايه يعني خليكم ورا عالم مصر، عالم بلدنا أكيد. احنا ورا المنتخب ما طيب. مش عايزين نفصص المواضيع. اتفضل نخش بقى في الكلام اللي بجد. انا بقلق لما تكون انت المذيع، خد بالك من الحلقه. طيب بقول لك ايه، انت الماتش اللي فات فلتت منك زيزو في التشكيل. في التشكيل؟ في التشكيل اه. وبعدين شفت انا البوست بتاع الضحكه، طب انتوا نقلتوا وما صلحتوش. تمام. لا 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 بقول لي قلت بقول لك ايه، قول لي التشكيل النهارده مين اللي هيلعب. اقول لك تشكيل النهارده، هو بس الماتش اللي فات ما فلتتش زيزو ولا حاجه، هو كان يعني خلينا برضو انه دايما بيحصل تركات كده لازم نعملها. انا ما رضيتش افضحك. لا ده سبتك كده ونلعب طيب. معاهم شويه. لكن تشكيل النهارده وده يعني يمكن كل الناس اتكلمت في تشكيلات كتير جدا امبارح، وكل الناس قالت يعني زيزو موجود، ايمن اشرف موجود. ايمن اشرف باك شمال؟ في ناس قالت ايمن اشرف باك شمال، وفي ناس قالت ان هو هيبقى ديفندر ثالث. لا مش هيبقى مساك، هو عبد المنعم اللي مساك، لكن انا عايز اقوله انه فعلا الراجل جرب الطريقتين، جرب طريقه ايمن اشرف ان هو يبقى في نص الملعب، وجرب كمان طريقه زيزو، ولكن ده للتمويه. وانا كنت متعمد ما انزلش التشكيل لانه الجهاز يعني فعلا عايز يعمل تمويه، ولكن خلاص فاضل على المباراه ساعات قليله بالظبط، فممكن اقول لكم من خلالكم يعني. يلا انا معاك، نبتدي من الشناوي بالظبط، وان شاء الله ما يجليش المره دي بس يا حسام عشان ما تفرحش فيا. لا بالعكس بالعكس. يلا انا سامع، قول لي التشكيل. وناحيه اليمين الشناوي، ناحيه اليمين عمر كمال، وناحيه الشمال احمد فتوح اللي هو راجع من اصابه. عظيم. وفي قلب الدفاع حجازي، ومع حجازي هيبقى محمد عبد المنعم. الراجل النهارده هيلعب بطريقه مختلفه شويه، انه حمدي فتحي يبقى متقدم، يليبرو متقدم يرجع تحت حجازي وعبد المنعم، وبعدين في الهجمات اللي لينا يطلع قدامهم يبقى ليبرو اللي كان بتوع خط النص اللي هو يبقى السعيد ومحمد النني. تمام. السعيد مش السلية. لا السعيد لا انا اسف، السلية ومحمد النني. برافو عليك حسام. السلية ومحمد النني في الحته اللي قدام، صلاح ومرموش ومصطفى محمد زي ما هم الثلاثي اللي في الحته اللي قدام. يبقى كده التشكيل مره واحده عشان الناس ما تتوهش مننا، انه الشناوي عمر كمال حجازي عبد المنعم فتوح حمدي فتحي السلية النني مرموش صلاح مصطفى محمد، وان شاء الله يبقى ده التشكيل اللي نقدر نكسب بيه النهارده ان شاء الله. كل الدعم طبعا لمنتخبنا،
لان المباراه صعبه جدا يا حسام، وكمان يا زملاء عشان خاطر ان منتخب كوت ديفوار جاي لنا كسبان الجزائر 3، فده نفسيا بالنسبه لهم دافع قوي جدا، دافع مهم عندهم، مطلع احد الابطال القاره يعني. فاعتقد انه العامل النفسي بالنسبه للعيبه والكابتن محمد عفيفي يعني سيد العارفين هيبقى مهم جدا في مباراه النهارده. اللي هيبدا في اول ربع ساعه يخطف المباراه نفسيا ويركب المباراه بلغه الكره هو اللي هيقدر يحسم لهم، هو اللي هيسيطر طبعا. يعني احمد عبد الباسط احنا بنشكرك شكرا جزيلا.